إذا هذه هي الغابة التي سنطلق فيها السلاحف، غابة غارسيا ضواحي مدينة القصر الكبير بالمغرب، وهي غابة جميلة تتكون من أشجار للكاليبتوس وكذلك من أشجار للبلوط. إذا هذه هي أشجار البلوط كما تشاهدون، وهذه الغابة غنية بأنواع كثيرة من النباتات والشوكيات. كذلك بالنسبة للحيوانات تتواجد بها العديد من الثدييات، كذلك العديد من الزواحف وأنواع مختلفة من الطيور، وهي غابة ملائمة لعيش الكثير من الحيوانات. كذلك تتواجد فيها الخنازير والأرانب البرية وأنواع طيور الحجل والسمان والسلاحف وبعض الثعابين واليمام والسناجب أيضا لأنها تتناول البلوط. إذا في هذا المكان سنقوم بإطلاق السلاحف لكي تعيش في مكانها الطبيعي الغابة. إذا كما تشاهدون هذه هي السلاحف التي كانت لدينا، وسنقوم بإطلاقها في الغابة لكي تذهب لحال سبيلها، وهي بأحجام مختلفة صغيرة وكبيرة، وكذلك فيها ذكور وفيها إناث، وعدد السلاحف هنا هو 10 سلاحف. هذه السلاحف كانت في المنزل لأنها قليلة الحركة ولا تدخل رأسها عند الاقتراب منها، كونها كانت تحس بالأمان في المنزل لأنها اعتادت
على الأشخاص. لو كانت في الغابة فكانت تحشر رأسها بسرعة بمجرد الاقتراب منها.
إذا بقينا هنا كما تشاهدون حتى انتشرت جل السلاحف. واحدة طلعت هذا الاتجاه اختفت، والأخرى في هذا المكان، وواحدة أخرى ذهبت في هذا الاتجاه. واثنين ذهبا في هذا الاتجاه، اثنين هنا.